بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، بنواصل تقديم سلسلة المحاضرات الخاصة بتنظيم وبناء الحاسب، وبنقدمها من الكتاب المشهور بتاع ويليام ستالينجس اللي هو الخاص بالكمبيوتر Organization and Architecture. ما زلنا في شابتر 2 الخاص بالكمبيوتر Evolution and Performance، وما زلنا واقفين مع فون نيومان عند الكمبيوتر بتاعه اللي هو اسمه إياز، واللي طبق فيه مبدأ الستورد بروجرام ميموري، ان البرنامج بتاع حضرتك موجود في الميموري. شفنا المحاضرة السابقة الاركتكشر بتاعه، شفنا مجموعة الريجستر وعرفنا ازاي الاركتكشر ده على بعضه كله شغال. تعالى كمان يهمني بعد الكلام ده ان انا اوري حضرتك حاجة مهمة جدا. ده الشكل اللي اتكلمنا عليه، اتفقنا ده وحدة المعالجة هتتم هنا، هتتم عن طريق الاكيوميليتور ريجستر والمالتيبل كوشنت اللي هي الام كيو، ودي وحدة الحساب والمنطق اللي هي الارثماتيك لوجيك سيركت، دي المختصة بالحسابات. واتفقنا بتشتغل على الميموري بافر ريجستر اللي هو بيجيب ميموري وورد من الميموري او من الانبوت اوتبوت لوكيشن، او بيرسل ناتج العملية الحسابية اوكي الى يا اما الانبوت اوتبوت او الميموري، على حسب مين، على حسب الكنترول سيجنال وعلى حسب الادرس كمان. تمام كده. طيب كمان من الحاجات الكويسه في الموضوع ده ان احنا اتفقنا ان انت عند حضرتك في البروجرام كاونتر، وقلنا البروجرام كاونتر ده هو اللي بيحتوي على النكست انستراكشن، على الامر الجديد. معايا كده؟ البروجرام كاونتر هو اللي بيحتوي على عنوان الامر اللي عليه الدور في التنفيذ. اتفقنا ان الميموري ادرس ريجستر دي اللي بتحتوي على الادرس اللي بيشاور على مكان معين او بيشير الى مكان معين داخل الميموري او داخل الانبوت اوتبوت، واتفقنا دي عبارة عن 1000 وورد، والوورد عبارة عن 40 بت، وال40 بت دي يا اما بنبصلها على انها ديتا او بنبصلها على انها تو انستراكشن، ليفت انستراكشن ورايت انستراكشن. وعرفنا الانستراكشن بافر ريجستر دي موجودة بتشيل امر معين، احد الاوامر الليفت او الرايت، وبتبدأ تنقسم الى انستراكشن ريجستر اقدر احط فيه الاوب كود اللي هم ال8 بت، او ال12 بت الخاصين بالادرس اللي بيتكلموا مع الف لوكيشن. وعرفنا كمان ان ال12 بت دول في الاساس بيخاطبهم 4 كيلو او 4096 دور، منهم 1000 في الميموري والباقي في جزء منه في الانبوت اوتبوت اكويبمنت. كمان قلنا الاي ار ده بيتحط فيه او بيوضع فيه الشفره اللي هي الاوب كود اللي هو عباره عن، او الاوبريشن كود عباره عن 8 بت، ال8 بت دول بيمثلهم شفره من الشفرات بتاعه الجمع والطرح والضرب والقسمه وهكذا. تمام كده يا اخوانا؟ الكلام ده هيبدأ يدخل على الكنترول سيركت اللي فيها حاجة اسمها instruction decoder. ربما الاسم مش ظاهر هنا الآن، لكن هي حاجة عاملة زي الديكشنري كده، تديله شفرة 8 وحايد وصفار، يقولك الشفرة دي بتاعت الصم، الشفرة دي بتاعت الاد، الشفرة دي اجمع ريجستر مع ريجستر، الشفرة دي انقل قيمة من الاكيوميليتور انقلها على الانبوت اوتبوت، انقلها على الميموري. وبالتالي كل ما يجيله شفرة هو عارف هيعمل ايه بالظبط، عشان كده بنقول عليه ديكشنري. اوكي كده يا اخوانا؟ طيب تعالى، ده شكل الانستراكشن وورد بتاعتنا. اتفقنا ده عباره عن النمبر، وده لو كانت بص لي ال40 بت على انهم انستراكشن، فيبقى عندك في ليفت انستراكشن وفي مين وفي رايت انستراكشن. مجموعه الريجستر اللي اتكلمنا عليها اللي هي الميموري بافر ريجستر، وقلنا دي بتحتوي على الوورد اللي هيتم ارسالها او يتم قراءتها من الميموري، يا اما هتقرا او يا اما تعمل ريد وبالتالي القيمه دي تروح في الام بي ار، او هتعمل رايت وبالتالي القيمه اللي في الام بي ار هتتكتب على الميموري، يبقى يا اما هنا او العكس. نفس الكلام مع مين كمان يا اخواننا؟ مع الانبوت اوتبوت، يا اما القيمه دي هتيجي هنا يا اما القيمه دي تيجي هنا، ريد او رايت. ده الميموري بافر ريجستر، ودي احد مسجلات البيانات اللي ليها احتكاك مباشر مع الميموري، هما اتنين، ام اي ار وام بي ار. الام اي ار هو اللي فيه مين يا اخوانا؟ هو اللي فيه الادرس، الادرس ده اللي هتتكلم بيه مع مين؟ مع الكلمه اللي موجوده او الوورد اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الميموري. قلنا الانستراكشن ريجستر ده بيحتوي على مين؟ على ال8 بت اوبريشن كود. بعد كده قلنا في حاجه اسمها الانستراكشن بافر ريجستر،
ودي بستعملها مؤقتا عشان اعمل ايه بقى؟ عشان اخزن الرايت هاند انستراكشن، عشان اخزن الجزء اللي على اليمين في الكلمه بتاعتي. يبقى الاي بي ار لان هم اتفقنا عباره عن تو انستراكشن، فانا هاخد الاولاني بشتغل بيه والتاني بسجله فين؟ بسجله في الاي بي ار انستراكشن بافر ريجستر. تمام كده يا اخوانا؟ دي معلومه مهمه جدا ان انا بسجل فيه الرايت هاند ده، بستخدمه مؤقتا لان انت عارف لما تيجي تنفذ هتنفذ انستراكشن باي انستراكشن، بس انت جايب وورد فيها تو انستراكشن، واحد يتنفذ والتاني ماله، والتاني يتم تخزينه مؤقتا اللي هو مين؟ الرايت هاند. هخزنه فين؟ هخزنه في الاي بي ار انستراكشن بافر ريجستر. اتفقنا على البروجرام كاونتر، والبروجرام كاونتر شايل الادرس بتاع الامر اللي عليه الدور في التنفيذ. يعني وانت شغال مع الميموري كده، كنت شغال مع ادرس معين كان هنا مثلا عند 0 100، لو ليكن اللي عليه الدور 104 هيبقى ده موجود متخزن الادرس ده داخل البروجرام كاونتر. طب وانت شغال بقى داخل الارثماتيك لوجيك يونت او داخل البروسيسور نفسه، هتستعمل تو ريجستر بالتبادل على حسب احتياجك. واحده مشهوره على طول وعلى الدوام دي اسمها الاكيوميليتور، اللي هو مراكم، يعني بيتم فيه تخزين البيانات على طول والنتائج، عامل زي الانسر بتاع الكالكوليتور كده، وتجمع حاجه على الانسر مره وتجمع تاني وتضرب باستعمال الانسر. الانسر ده هو مين؟ هو الاكيوميليتور، وده موجود في كل البروسيسور اكيوميليتور ريجستر. تمام، يعني في بروسيسور 80 86 هتلاقي الريجستر دي اسمها اي اكس، اي اكس ريجستر. تمام، في كمان ريجستر تاني اسمها مين؟ اسمها ام كيو، ودول بستخدمهم زي ما قلت مؤقتا عشان اخزن بيهم النتائج بتاعه العمليات الحسابيه. يعني مثلا لو عاوز يضرب رقمين 40 بت في 40 بت، طبعا انت عارف ان الرقم كوورد 40 بت، هضربه في رقم تاني 40. لما ترجع للمالتيبليكيشن بتاع الباينري نمبر هتلاقي لو ليه رقم سعته 40 بت ورقم سعته 40 بت، هتلاقي ماكسيمم اكبر حاجه ممثله في 40 واكبر حاجه ممثله في 40، هتلاقي الناتج بتاعك ممثل فيه 80 بت. هتجيب مكان يحتفظ ب 80 بت ازاي؟ اوكي، هيحط الموست سيجنيفيكانت بت اللي هم اول 40 بت على اليسار يحطهم في الاي سي، وال40 التانيين يحطهم فين؟ في الام كيو. دي حاجه بسيطه بس لما تيجي تضرب. اتفقنا يا اخوانا؟ دي الريجستر اللي موجوده داخل مين؟ داخل الاياز انستراكشن. تعال بقى اوري حضرتك الحاجه الثانيه، ده شكل الاركتكتشر بتاع الاياز وشكل السيكونس اللي بيتم فيه الاوبريشن. كبر بس الشاشه شويه. اوكي يا اخوانا، ده اللي بيحصل دلوقتي. ايه اللي بيحصل؟ انا هعمل ستارت. اوكي، لما تعمل ستارت اول حاجه، هل يا ترى الامر بتاعك كان رايت؟ يعني انت كنت شغال وكان معاك، كنت ساحب قبل كده وورد، فالنص الشمال نفذته وده النص اليمين اللي عليه الدور، ولا لسه جاي جديد؟ اوكي، انا لسه جاي جديد. هنفترض ان انت حضرتك لسه جاي جديد، والاي بي ار اللي هي الانستراكشن بافر ريجستر اللي هي بتحتفظ بيه الرايت انستراكشن اللي موجود في الامر، فبسال هنا بكونديشن، يا ترى النكست انستراكشن موجود في الاي بي ار؟ يس او نو. لو قلت يس yes يبقى موجود في الاي بي ار، موجود في الانستراكشن بافر ريجستر. يبقى كده معناه انا مش رايح اكلم الميموري. الجمله دي لها معنى مهم جدا يا اخوانا. ايه المعنى ده؟ النو ميموري اكسس ريكوايرد، ده وقت كبير جدا اللي هو التايم اكسس او الميموري تايم اكسس او الميموري اكسس تايم، انا اسف، الميموري اكسس تايم، الميموري اكسس تايم. البروسيسور بتاع حضرتك سريع جدا، التعامل مع الرام كوقت، لو ان كنت بتتكلم في ملي سكند او في مايكرو سكند، بطيء جدا. التعامل مع الريجستر بيكون سريع، فالميموري اقل سرعه من الريجستر. اوكي، فتاخد بالك من حته النو ميموري اكسس ريكوايرد، ده مهم جدا ان انت المعلومه بتاعتك موجوده في الريجستر. يبقى احنا دلوقتي مش محتاج ان اروح اعمل حاجه اسمها فيتش. فيتش يعني اجيب الامر من الميموري، فيتش ان البروسيسور، فيتش يعني جيت، يعني احصل على، اجيب المعلومه من الميموري، اجيب الانستراكشن من الميموري هقرا. يبقى دلوقتي المعلومه بتاعتي موجوده في مين بقى؟ ها، في الاي بي ار. الاي بي ار اتفقنا هو الامر اليمين. اوكي، بعد الامر ما كان موجود معاك في الانستراكشن بافر ريجستر، ايه اللي هيحصل بقى يا اخوانا؟ ده لو الامر الجديد موجود في الانستراكشن بافر ريجستر، هنعمل ايه؟ هروح اجيب الانستراكشن بافر ريجستر، اقرا اول 8 بت احطهم في الاي ار، ده اللي بيبقى فيه مين يا اخوانا؟
ده اللي بيبقى موجود في الاوب كود. ممتاز جدا. وهتروح كمان تعمل ايه؟ هروح كمان اخد من البت رقم 8 للبت رقم 19 اللي هي بالنسبه لنا يعني لو بنتكلم بعيد عن ارقام الباينري لان انت بتعد من عند 0 لحد 19 هنتكلم على حسب الارقام اللي طبعا من 0 ل 7 دول اول 8 بت. من 8 ل 19 اللي هما مين بقى؟ اللي هما ال 12 بت. ال 12 بت هيتحطوا فين؟ في الادرس. يبقى كده حضرتك معاك مين بقى يا اخوانا؟ معاك اتفقنا ان انت مش محتاج تروح للميموري وان الامر الجديد كان موجود في الاي بي ار. خدت من الاي بي ار اول 8 بت اللي هما الاي ار وبعدين خدت من 8 لكام؟ خدت من 8 ل 19 خدتهم حطيتهم في الادرس. هنزل بقى دلوقتي اهو اروح على البروجرام كاونتر ازود عداد البروجرام كاونتر اللي شايل الامر اللي عليه الدور في التنفيذ لان البروسيسور عشان يقول انا واقف فين لازم أن يخزن البروجرام كاونتر. تصور ان حضرتك وانت شغال في الماده دلوقتي او بتسمع المحاضره او بتقرا في كتاب ووالدك خبط عليك هتعمل ايه؟ ها خبط الباب عليك او نده عليك او التليفون جالك حصل لك انتربت يعني هتفصل الشغل محتاج ان انت تعلم الصفحه اللي كنت واقف بتقرا فيها او تعلم الدقيقه اللي انت واقف عليها في الفيديو دلوقتي عشان ترجع تستعيد البيانات. اللي بيحصل ده هو البروجرام كاونتر. المفروض ان البروسيسور ماشي على خطوات ربما تكون منتظمة او بينفذ اوامر ربما تكون ورا بعض او ربما يكون عامل جامب يعني بينط من مكان لمكان او بيقفز من مكان لمكان. مين اللي شايل عنوان الامر اللي عليه الدور في التنفيذ؟ هو مين؟ هو البروجرام كاونتر. فكده هيزود البروجرام كاونتر واحد يبقى كده عدل قيمة البي سي. تمام كده يا اخوانا؟ ويبدأ بقى يتعامل مع مين؟ يتعامل مع الاوامر اللي موجوده الوقت. يقدر يعمل ديكود لمين؟ ديكود للانستراكشن بتاع حضرتك. تمام؟ يعني مثلا لو امر من ده مثلا بياخد ميموري يوديها على الاكيوميليتور بياخد ميموري اوف اكس يعني بيروح لو الاكس ده ادرس هيروح يجيب قيمه الميموري اللي عند الاكسس ده اللي عند الادرس ده ويحطها جوه مين؟ جوه الاكيوميليتور. هيعمل الكلام ده ازاي يا اخوانا؟ طبعا الادرس ده موجود في الام اي ار صح؟ يبقى هجيب ميموري اوف ام اي ار يعني اجيب قيمه الميموري او المحتوى اللي موجود عند الادرس بتاع الميموري ادرس ريجستر وتجيبه وتوديه فين يا اخوانا؟ في الميموري بفر ريجستر. بعد كده هاخد الميموري بفر ريجستر انقلها على الاكيوميليتور. فاهمين القصه دي يا اخوانا؟ تمام؟ طيب ممتاز جدا. طبعا في اكتر من حاجه موجوده قدام حضرتك عشان يبين لك الدنيا هتشتغل ازاي في باقي الاوامر لكن ده خلاصته الكلام اللي بيحصل. طب والله لو كان النكست انستراكشن ما كانش موجود في الاي بي ار يبقى انت محتاج تروح للميموري. يبقى انت هتروح للميموري. هتروح ازاي للميموري؟ لازم نعرف البروجرام كاونتر فيه كام. طب مين اللي عامل انيشلايز للبروجرام كاونتر؟ مين اللي حاطط القيمه؟ البروسيسور لما راح ادى للكنترول سيجنال. اول ما بتعمل دبل كليك على برنامج في الكمبيوتر بتاعك البروجرام كاونتر بياخد ها الستارت بتاع البرنامج بياخد العنوان اول امر في التنفيذ. فالكود بتاع اللعبه موجود على الرام بدايه التخزين في الحته الفلانيه الحته دي لازم تروح تسجل في البروجرام كاونتر. تمام؟ يبقى البروجرام كاونتر محتواه لازم يتنقل في الام اي ار. كده انا خدت العنوان. طب معاك الام اي ار عاوز المحتوى اللي هناك هتروح تقول له هات لي محتوى الميموري ام اوف ام اي ار. دي ركز فيها قوي عشان احنا شفناها اكتر من مره. ام اوف ام اي ار ده معناه ان حضرتك هتجيب محتوى الميموري عند الادرس ده وتحطه فين؟ في الام بي ار. في الام بي ار. تمام يا اخوانا؟ طبعا هنا بتنزل على كونديشن والله انت محتاج الليفت انستراكشن ولا لا. لو كنت محتاج الليفت انستراكشن الجزء اليسار كل اللي هتعمله هتعمل ايه؟ هاخد الامر بتاع الام بي ار هاخد الجزء ده ام بي ار من 20 ل 39 اللي هم الجزء بتاع ال 20 بت اليمين اللي موجودين في الام بي ار اللي انت لسه قاريها هتحطها في الاي بي ار. يبقى انت خدت دلوقتي ها ال 20 بت اللي على اليمين حطيتهم في الاي بي ار. بعد كده هتعمل ايه؟ وتاخد ال 8 بت الاولينيين اللي هم الاوب كود تحطهم في الاي ار. وتاخد ال 12 بت التانيين تحطهم في الام اي ار. كده دلوقتي معاك الجزء اليسار. كده معاك الجزء اللي على اليسار. واحتفظت بالامر التاني في الاي بي ار عشان المره الجايه.
تمام يا اخوانا؟ طيب ده لو كنت محتاج الامر اليسار. طب لو كنتش محتاج الامر اللي على اليسار هتعمل ايه؟ هاخد الجزء اللي على اليمين. الجزء اللي على اليمين تجيبه منين؟ زي ما اتفقنا اول 8 بت فيه بيمثلوا الاي ار، وال 12 التانيين اللي هم اخر 12 في الامر الثاني بيمثلوا الام اي ار، وتكمل بنفس السيكونس بتاع حضرتك. طبعا انا عارف ان الرسم اللي قدام حضرتك شويه يعني كومبلكس شويه، انت لسه بادئ، لكن بشكل ما بشكل ما فهمت يعني ايه ان انا اتعامل مع الام بي ار، او اتعامل مع البروجرام كاونتر، او ازاي ان اروح اجيب محتوى ميموري عن طريق ان انا بكتب الحته دي ام اوف اكس. ده معناه ان كانك عندك اكس في الميموري وعاوز اجيب القيمه اللي هنا، فام اوف اكس معناها القيمه دي، او ان اقول له ام اوف ام اي ار، يبقى انا عندي ريجستر اسمها ام اي ار، اشوف المحتوى بتاعها ايه بالظبط، واروح ابص عليها على انه ادرس، واروح اجيب القيمه دي. تمام كده يا اخوانا؟ طيب تعال بقى اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. الانستراكشن اللي انت بتتكلم عليه والاوب كود اللي انت بتتكلم عليه اللي هم الثمانية بت اللي موجودين على اليسار دول عفوا، مجموعه الاوامر دي كلها اللي بيفهمها البروسيسور بنقول عليها انستراكشن سيت. ما تنساش كل بروسيسور اثناء التصنيع لمجموعه من الانستراكشن سيت الثابته، مجموعه الاوامر الثابته اللي موجوده في الداتا شيت بتاع البروسيسور. اوكي، ودي اوامر ثابته. ثابته ليه؟ لان اتفقنا واحنا بنتكلم في المينيمونكس او الاوبريشن كود، دي مجموعه اوامر خاصه بالهاردوير، وبالتالي كل امر موجود مرتبط بالهاردوير. فمن ما تيجي تقول لي ان انا معايا امر معين، الامر ده والله ممكن نزوده نحط فيه مال او مفيش مال، دي يعني مالتبلاي او مالتبليكيشن، يبقى اكيد في دايره مالتبليكيشن موجوده. فاستحاله ان يكون في مالتبليكيشن الا اذا كان دايره الضرب موجوده او دايره الجمع المتكرر موجود. خلاصه الكلام، مجموعه الاوامر اللي بيفهمها البروسيسور واللي جايه في الداتا شيت واللي بيحددها المصنع او اللي عامل فابريكيشن للبروسيسور بتاع حضرتك، كلها متجمعه بشكل ما في داتا شيت بيفهمها البروسيسور، ثابتة مرتبطة بالهاردوير، ده بنقول عليه instruction set. اخوانا اللي بيتكلموا في الاركيتكشر، اخوانا اللي بيسمعونا الوقت، ما تنسوش الجارجون او المصطلحات بتاعت اللغة، الليستة بتاعت الاوامر اللي بيفهمها البروسيسور واللي مرتبطة بالهاردوير واللي موجودة في الداتا شيت بتاع البروسيسور واللي مرتبطة بالهاردوير واللي موجودة في الداتا شيت، دي بالنسبة لنا بتقال عليها مين؟ instruction set. تمام كده؟ عامة الانستراكشن سيت او مجموعة الاوامر دي المرتبطة بالبروسيسور بتلاقيها مثلا عدد ممكن يكون في البروسيسور بتاعنا 21، لكن مقسمين على كاتيجوريز، على فئات معينة بشكل كبير. هتلاقيهم بيتكلموا في الداتا ترانسفير، في نقل البيانات، يعني اوامر خاصة مثلا بموف مثلا، اوكي، امر نقل البيانات، ده نقل بيانات، او بناخد نسخة نقل بيانات، نسخة من مثلا من ريجستر نحطها في الميموري، او من ميموري نحطها في ريجستر، اسمها موف. اوامر خاصة بالارثماتيك اند لوجيك، امر مثلا زي اد، امر اسمه اد ويز كاري، امر اسمه مال، اوكي، مثلا عاوز اعمل اند اوبريشن، عاوز اعمل اور اوبريشن، حاجات خاصة بالميت بيت مانيبيوليشن، يعني بيتعامل مع البيتس، ممكن اعمل كومبلمنت البيت مثلا، ممكن اعمل اي حاجه مع البيتس، ممكن اعمل ست بت، ست بت، اوكي. اوامر خاصه باللوب والجامب، يعني ممكن تلاقي في حاجه اسمها جامب مثلا، بيعمل ايه الجامب ده؟ لو انت مثلا البي سي في مكان معين، انا شغال هنا فعاوز اعمل جامب لمكان تاني. اوامر خاصه بالتعامل مع السترينج، اوامر خاصه بالسبروتينز اللي هي الفانكشن الصغيره، اوامر خاصه بالانترابتس او التعامل مع الانترابتس، التعامل مع القواطع اللي بيقطع البرنامج عشان يؤدي سيرفيس معينه، عشان يروح يعمل حاجه اسمها انترابت سيرفيس روتين. انا متوقع الناس اللي بتسمعني مهندسين والناس المهتمه بعلوم الحاسب، فالمتوقع ان انت معاك قلم وسكتش دلوقتي وبتدون الكي ووردز اللي بنتكلم عليها. يعني انت سمعت انترابت، يعني ايه انترابت؟ المفترض ان انت شغال بتكتب انتربت على جوجل وتشوف انتربت يعني ايه وانواعه ايه والامر بتاعه بيتكتب ازاي. كمان لو حصل انتربت الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل، هيعمل ايه؟ هيروح يجامب الحته اسمها الانتربت سيرفيس روتين. تمام. في كمان اوامر خاصه بالكنترول او البرانش، دي انواع الاوامر. فهتلاقي ان مهما كان الاوامر بتاعت البروسيسور بتاعت حضرتك كبيره، هتلاقي الاوامر دي مصنفه ان الشويه دول من الاوامر عباره عن داتا موفمنت او داتا ترانسفير، الشويه دول بيعملوا ارثماتيك اند لوجيك، وهكذا. دي الانستراكشن سيت.
زي ما قلنا الميني مونكس اوكي دي مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر سبيسيفيك مرتبطه بالمايكرو كنترولر بتاع حضرتك او المايكرو بروسيسور بتاع حضرتك، واكيد في وقت ما هنعرف ايه الفرق بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور. تمام كده؟ طيب يا ترى البروسيسور وهو بيشتغل بيعمل ايه؟ يعني البروسيسور بتاع حضرتك، عشان لما تيجي تبص بقى في الجزء اللي شرحناه من شويه، البروسيسور ده عشان يشتغل محتاج يمر بحاجه سايكل معينه، السايكل دي هتلاقي ان في بيعمل فيها فيتش عشان معاه امر، البروسيسور عشان يجيب امر بيعمل ايه؟ فيتش، فيتش يعني جت، هروح اجيب الامر، الامر ده شفره يعني مجموعه من الوحايد والاصفار، هيجيبها منين؟ من الميموري ويحطها على السي بي يو. السي بي يو البروسيسور ده هيتواصل مع مين؟ مع الكنترول يونت، لان هو اللي هيفهم الشفره دي بتاعت ايه، ويبدا يعمل مين يا اخوانا؟ يبدا يعمل ديكود، ديكود للامر. الديكود ده لو الامر ده محتاج معلومات تانية عشان يحصل لها ديكودنج هنروح نعمل فيتش كمان، مفيش مشكله اوكي. وفي الديكود ده البروجرام كاونتر بتاعك ممكن يزيد، مفيش فيه مشكله. بعد ما عملت ديكود فانت عرفت ان الامر اللي موجود حضرتك مع حضرتك ده بيجمع بيطرح بيضرب بيقسم، محتاج ان البروسيسور يعمل له ايه؟ يعمل له اكسكيوت، ينفذ او اكسكيوشن، وده اللي الانستراكشن او ينفذ الانستراكشن بيقوله. طبعا لما بتعمل اكسكيوت ممكن الريزلت بتاع حضرتك ترجع لمين؟ ترجع للريجستر، او ترجع لمين؟ او ترجع للميموري. البروسيسور شغال في الثلاثه دول مع بعض، فيتش ديكود اكسكيوت. يبقى البروسيسور قاعد عشان ينفذ الامر يروح للميموري يعمل فيتش للامر، بعد ما عمل فيتش يعمل له ديكود يفهمه، وبعد ما عمل ديكود يبدا يعمل مين؟ يبدا يعمل اكسكيوت. تمام كده يا اخوانا؟ وعشان كده هتلاقي في الرسمه اللي موجوده قدام حضرتك حالا دي هتلاقي في جزء خاص بالفيتش اهو يا اخوانا، والجزء الثاني خاص بمين؟ بالاكسكيوت. هنا انا قاعد بعمل فيتش اوكي، بجيب الامر سواء كان موجود في الانستراكشن بفر ريجستر او كان موجود في الميموري. طبعا انا عارف ان المصطلحات كتير، لكن انا واثق في قدرات حضرتك انها تقدر تلم المحتوى ده بشكل كويس. زي ما قلنا ان انت شغال على مين بقى؟ على فيتش وديكود واكسكيوت. بعض الناس بشكل ما طبعا هو يعمل فيتش اكيد هيعمل ديكود، فبعض الناس بيتكلموا على ان دول خطوه واحده، فيتش ومين؟ فيتش وديكود بيتكلموا عليهم على انهم خطوه واحده، واكسكيوت هي عباره عن مين؟ عن الخطوه التاليه. اخر حاجه عاوز اوريها لحضرتك، مش عارف موجوده معانا ولا لا، اللي هو الجزء الخاص بمين؟ الجزء الخاص، نشوف الاول وقت المحاضره، ده الجزء الثاني اللي عاوز اكلم حضرتك فيه. لما تيجي تبص على الانستراكشن سيت بتاع الاياز، تقريبا هم 21 امر مقسمين زي ما قلنا هنا طبعا الى داتا ترانسفير. طبعا ده بروسيسور بسيط اللي اتكلمت فيه من شويه، كنت بتكلم على بروسيسور اكبر، اتكلمت على الداتا ترانسفير نقل البيانات، اتكلمت على الانكونديشنال برانش اللي هو التفرع الغير مشروط زي جامب بتروح على مكان معين، اتكلمت على الكونديشنال برانش ان انت رايح بناء على شرط، اتكلمت على الارثماتيك اهو شويه اوامر خاصه بالارثماتيك اد وصب ومال وديف وليفت شيفت ورايت شيفت، واتكلمت على الادرس موديفاي لو حبيت تغير مين، لو حبيت تغير ادرس. اللي عاوز اقوله لحضرتك ان لما تيجي تبص على الداتا ترانسفير مثلا امر زي ده، مثلا الامر اللي هو 7 اصفار 1، طبعا الامر زي ما انت شايف هو عباره عن كام؟ عباره عن 8 بت، دول اللي هم الاوب كود، واتفقنا البروسيسور جاب ده بعد ما خد الوورد اللي هي عباره عن 40 بت وقسمها ليفت ورايت، وخد الليفت اقرا اول 8 فيهم، او خد الرايت واقرا اول 8 بت فيهم اللي هم الاوبريشن كود، واخد ده ولما راح استعان بالكنترول يونت اكتشف ان ده عباره عن لود ام اوف اكس. يعني ايه لود؟ يعني حمل القيمه اللي موجوده في الميموري عند الادرس اكس، يعني روح للادرس اكس رقم 1، روح للادرس اكس اللي موجود في الميموري، هيروح على الادرس هناك يلاقي هناك كونتنت محتوى، هيجيب المحتوى ده يوديه فين؟ هيوديه اكيد على الاكيوميليتور، دي الحاجه المشتركه اللي معانا يا شباب. يبقى لو حضرتك حبيت كبروجرام تنقل قيمه من مكان في الميموري الى الاكيوميليتور ريجستر هتكتب الثمن او الشفره بالشكل اللي قدام حضرتك. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا في اكتر من شكل قدام حضرتك، تمام؟ لو حبيت تكتب على الميموري ستور ام اوف اكس هتكتب، هتروح على الميموري عند الادرس اكس هناك محتوى ما انتش عاوزه، انت هتكتب عليه، هتكتب مين؟ هتكتب المحتوى اكيد اللي موجود فين؟ في الاكيوميليتور. نفس الكلام هو اد دي بتجمع، هيجمع مين مع مين؟ هجمع قيمتين. طب انت ظاهر عندك قيمه واحده، طب فين الثانيه؟ اكيد هي الاكيوميليتور. هعمل ايه؟ هجيب عند الادرس اكس اللي موجود في الميموري، هجيب المحتوى اللي موجود هناك اوكي، واجمعه مع مين؟
مع الاكيوميليتور، واحط الناتج فين يا شباب؟ ناتج على طول هيبقى فين؟ في الاكيوميليتور تاني. وهكذا طبعا عندك مجموعة من الاوامر. اللي عاوز اقول لحضرتك ان تقريبا الاوامر دي عبارة عن 21 امر هما بيمثلوا الانستراكشن ست بتوع الاياز، وهما اللي المانيوفاكشر اثناء التصنيع موجودين فقط لانهم مرتبطين بالهاردوير. اتمنى في الختام ان المحاضرة ما تكونش يعني مزعجة لحضراتكم، واتمنى ان انتم تكونوا فهمتم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونسألكم ان انتم يعني تدعوا لنا بالبركة في الوقت والعمر. وشكرا جزيلا، ونلتقي بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.